السؤال مولانا، يعني هل المداومة على العبادات والحرص عليها من الممكن أن تغفر الكبائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال بهذا بعض أهل العلم إن الطاعات تكفر الذنوب بوجه عام، كبائر وصغائر. إحنا عندنا الذنوب بتنقسم إلى كبائر وصغائر، الكبائر لها علامات والصغائر لها علامات. وورد في بعض الأحاديث الشريفة إن الوضوء يكفر الذنوب، وإن حتى المصافحة إذا صافح المسلم أخاه تتحات الذنوب بينهما كورق الشجر، يعني تتساقط. وورد إن رمضان، إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. بعض أهل العلم خد بشيء من هذه العمومات، لكن جمهور العلماء قال إن المكفر من الذنوب بمجرد الطاعات، يعني إيه بمجرد الطاعات؟ يعني لا يحتاج إلى توبة خاصة. أيوه. لكن إذا الإنسان تاب من أي ذنب من الذنوب يغفر له وتقبل توبته إن شاء الله، لكن هو الكلام لما إحنا بنقول بمجرد الطاعة يعني من غير توبة، واحد أذنب ذنب وراح صلى مثلا، هل الصلاة دي تكفر ذنبه ده؟ بعض العلماء قال تكفر صغيرا كان أو كبيرا، وجمهور العلماء يقولون لا يكفر إلا إذا كان من الصغائر. استدل الجمهور بالحديث الأخير الذي ذكرته وغيره الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في آخره ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر، نعم، يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، من الجمعة دي للجمعة دي، كفارة ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. يعني بعد الشرط شرط التكفير إن الكبائر تجتنب، فإن لم تجتنب الكبائر لا تكفرها الطاعات. فكيف تكفر ذنوب الكبائر بالتوبة الخاصة اللي احنا اتكلمنا عنها بقى في الحلقات الماضية، وذكرنا شرائطها وذكرنا ما يتعلق بها.